بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح اكمل محاضره عن الدبل انتجرال مالتنا. وصلنا كيفيه ايجاد الحجوم والاريا بالنسبه للدبل انتجرال. احنا مثل ما عرفنا بالسنجل انتجرال اكو فشلات اساسيه، من اريد الاقي المساحه معينه تحت المنحني، فاجي اني ارسم الداله مالتي ثم احدد فتش شريحه معينه وبعدين اجي اخذ حدود التكامل. بالنسبه للدبل انتجرال نفس الشيء، هنا اكو شويه اختلافات بسيطه نذكرها. عندك اني مثل ما عرفنا احنا المعادله مال دبل انتجرال تنكتب بهاي الطريقه، هنا ام اللي هي الفتره حدود التكامل، والدي ان هي الفتره مال التكامل مالتي دي اكس دي واي او دي واي دي اكس حسب. اذا كانت قيمه الاف الاكس الواي هنا الموجوده تساوي الى فت قيمه نعطيني اياها معادله بدلاله اكس وواي، فهذا اللي راح اوجد اني ال نفرض مثلا راح يكون هو الفوليوم. في حاله اذا كانت الاف للاكس للواي تساوي واحد الاريا، او يجي سؤال مثلا يقول لك فايند ذا اريا. لما يقول فايند ذا اريا انا اجي اخلي اف للاكس للواي قيمتها واحد واجي اطلع حدود التكامل واكمل مباشره. من يقول لي فايند ذا فوليوم، اكيد لما فايند ذا فوليوم راح يعطيني فت قيمه للاف للاكس للواي تساوي فت قيمه معينه، او يقول زت مثلا يسميها شنو، راح اجي يعني اعوضها والاقي حدود التكامل. هسه احنا مثل ما عرفنا في حاله الاكس والواي هي اما دي اكس دي واي او دي واي دي اكس. أنا يعني راح يجي عندي التكامل اسوي الاريا، مسموح لي اسوي دي اكس ثم دي واي، ومسموح لي اسوي لي دي واي ثم دي اكس. زين، السؤال هو شلون راح اسويها؟ اول شيء انا يعني لما اريد الاقي اي شيء بالنسبه لفوليوم او اريا، اول شيء ارسم حدود التكامل. نجي يعطيني مثلا باوندد ذا اريا از باوندد، يعني نفرض هاي الاريا مالتي باوندد بتوين واي يساوي اكس تربيع عند واي يساوي 3 اكس، اللي هي راح تمثل هاي المنطقه. زين، هاي اول شغله. ثاني شغله لازم الفتره البرة ثابته، انا مو عندي فترتين. لما راح اسوي التكامل مالتي اني راح اقول مثلا دي واي دي اكس، يعني دي واي هذا واي تساوي والدي اكس هذا هاي تساوي. هذه دائما لازم تكون ارقام ثابته، يعني ارقام هاي خلص المتغيرات او ارقام مو فد اشكال لانه بالداخل، هاي لازم ارقام لازم ولا يطلع خطا. زين، ثالث طريقة، ثالث شيء اختار اسهل طريقة، يعني عندي يا اما دي اكس دي واي او دي واي دي اكس. شوف السهلة بالنسبة لي ايش هي؟ هسه راح نحكي شلون السهلة. زين، بالنسبة لهاي مال سالفة الارقام، هذه اذا هنا خليني اشرحها بعدين هسه. زين، اجي هسه انا اريد احل السؤال مالتي، اول شيء اسوي طريقة كلش قديمة، اجي اختار الشريحة مالتي. اذا ردت اني دي واي دي اكس اختار الشريحة مالتي عمودية موازية للواي اكسس، واذا دي اكس دي واي اختار الشريحة مالتي افقية موازية للاكس اكسس. اذا اضيف ويا نقطة رابعة مهمة، اختيار الشريحة موازي للفترة الداخلية. يعني اني اول شيء راح اختار هنا دي واي ثم دي اكس. ليش؟ انا عندي معادله واي تساوي، انا عندي المعادله هنا واي تساوي اكس تربيع وواي تساوي 3 اكس. للسهوله لما ينطي معادله واي فتشي بدلاله فتشي اختار بهذه الطريقه، يعني هو بما انه نطاني واي تساوي 3 اكس واي تساوي اكس تربيع، فاختار الفتره الداخليه هي الواي لانه حتى اجيبها مباشره اعوضها هنا. زين، شغله اضافيه، اجي انا هسه اختار الشريحه مالتي، بما انه انا اريد دي واي دي اكس الفتره الداخليه مالتي واي، اجي اجر خط بالرسم موازي للواي اكس لانه انا اختاريت الشريحه مالتي دي واي دي اكس، واجي احط نقطه هنا اللي هي هاي بدايه الفتره واحد شنو. اجي احط نقطة هنا بداية الرسم مالتي، نقطة اضافية هنا، هذه بداية الفترة. وهاي النقطة اللي هنا هي نهاية الفترة. زين، نجي بداية الفترة منين؟
واي يساوي اكس تربيع، فنجي هنا خلي اكس تربيع واي تساوي اكس تربيع، هاي بدايه الفتره. نهايه الفتره شنو هي؟ اللي هي واي يساوي هذا المستقيم اللي هو واي يساوي 3 اكس، فنحط هنا واي يساوي 3 اكس. حددت الفتره الداخليه، نيجي هسه نحدد الفتره البرا. الفتره البرا هي فتره الاكس، نجي احمر، فتره الاكس هاي فتره الواي، فتره الاكس محصوره بدايه الاكس، منين بدا الرسم بالنسبه للاكس اكسز، ومين انتهى الرسم بالنسبة للاكس اكسس. هاي الفترة من ناحية صفر صفر، اذا اكس يساوي صفر. وهاي اللي هنا اريد اعرف قيمة اكس هنا شو اسوي، بما انه المعادلة اديت قاطعا بهاي النقطة، احل المعادلتين بالنسبة لاكس تربيع، يعني اساوي المعادلتين، فاقول اكس تربيع يساوي 3 اكس، اكس تربيع ناقص 3 اكس يساوي صفر. فهي x تربيع نسحب عامل مشترك، x تربيع x، x ناقص 3 يساوي 0. اما x يساوي 3 مستحيل، ما اريد هاي، هم اذا تقاطعون هنا أنا بس انا ما اريد هاي النقطه، والنقطه الثانيه x تساوي 3، اذا هي من الصفر الى 3. ثم اشوف اريد فوليوم، اجيب المعادله اللي انطانيها اعوضها هنا، اريد اريا اجيب المعادله احط هاي قيمتها 1، وهكذا. زين، هسه في حالة هذه الشريحة اللي دلاحظها نختارها، لا طالما دا تمشي، يعني هاي الشريحة الشكل راح تمشي بهاي الطريقة، راح تمشي هنا، راح تمشي هنا، راح تمشي هنا، راح تمشي هنا، راح يظل على طول فترة الشريحة، الفترة الجوة هو واي اكس تربيع كلها، والفترة الفوق هو واي يساوي 3 اكس، إذا هاي الفترة ثابتة، فهذا الرسم كل شيء ما بيه وعادي. اكو حالة أخرى هسه راح آخذها. في حالة عندي أريدها، هو قال لي لقي التكامل بالنسبة للحالة المعكوسة الأخرى، راح أجي يعني أعيد الرسم مالتي مرة ثانية. هسه انا اريد اسوي التكامل مالتي بالنسبه لدي اكس دي واي، مرات هو يطلب يقول لك فايند انتجرال اند دي اكس دي واي اون ذا ريفرس اند وذ ذا انتجرال فاليو اند اتس ريفرس، يعني هو والعكس مالته، هن اثنيناته لازم ينطي نفس النتيجه. اجي دي اكس دي واي احدد الفتره مالتي، لازم اكس لازم واي، لانه قلنا هذا لازم الشكل بالداخل وهذا مالتي انا. زين، هذا واحد، اثنين لازم هذا ثابت، راح يصير هنا الواي ثابت. ثلاثة عندي الفترة بالنسبة لإكس إكسس، أجي أجر خط موازي للإكس إكسس، هاي بداية الفترة وهاي نهاية الفترة، بالشكل بداية الفترة هي واي يساوي 3 إكس، نهاية الفترة واي يساوي إكس تربيع. زين، أنا ما أريد واي، أنا أريد إكس، فش أسوي؟ هي بداية الفترة واي يساوي 3 إكس، إذا إكس إيش تساوي؟ واي على 3، نجي هنا نعوض واي على 3. واي يساوي اكس تربيع، وانا عندي الفترة مالتي هي اكس، فاجي شو اسوي؟ اقلبها، اقول واي اكس يساوي جذر الواي، حط هنا جذر الواي، خلصت الفترة الداخلية، خلصت منها، اجي على الفترة الخارجية، الفترة الخارجية واي، فاريد اشوف طول الرسم بالنسبة لي واي اكس، فهو من هنا لهنا راح يكون، من هنا لهنا، اذا دا يبدي من الصفر صفر بالنسبة للواي. لي وين انتي قاطع المستقيمين ونحلها بالنسبة لي واي. انا قبل شيء او شو اسوي، اقول احلها اول شيء بالنسبة لاكس، واقول اكس تربيع مثلا يساوي 3 اكس، يصير هالشكل، ويصير احلها بالنسبة لواي، يعني بالنسبة لها هذه اكس تساوي واي على 3 وتساوي جذر الاكس. نجي هسه اعوض مكان الاكس، عوض مكان اكس اللي هنا فراح يصير واي، او طويله هاي، خلينا نحلها هالشكل، طلع اكس ثم عوض بوحده من المعادلتين يطلع واي، هنا طلع احنا اكس يساوي 3، عوض باي معادله عندك؟ راح يصير هنا، طبعا انا غلط هاي المعادلات انا من عندي طيتها، فالمهم راح اعوض بوحده من المعادلات مالتي، راح يطلع قيمه الواي، هنا مره 6 راح 9 راح تطلع مره جذر، اي لا 9 ب 9 صحيح، اكس تساوي لنا 3. عوضها هنا انا فراح يصير واي يساوي 9، بهاي او بهاي، او حلها مباشرة فيصير واي على 3 يساوي جذر الواي، سويت الاكسات. زين، هاي واي اس نص، هاي واي اس 1،
فهاي الطيب تبقى هنا واي اس نص، احولها لثلاثة بهاي الطرف، فراح يصير واي اس نص يساوي ثلاثة، واي ايش تساوي؟ ربع الطرفين راح يصير تسعة، واي تساوي تسعة. هسه اجي اكامل واخلص الحل مالتي. هاي بهالبساطة هاي كلها، هي هاي اهم شيء فكرة مال الخطوات. ونجي همات يعني اشيك الشريحة، طبعا هاي قبل ما ابدي احل، اشيك الشريحة مالتي ما راح تتغير على طول الاكس اكسس، راح يظل الفترة اللي بالبداية مالتي واي يساوي 3 اكس، وراح تظل الفترة اللي برا مالتي واي تساوي اكس تربيع. بقت مسألة الرسم، هاي طبعا الرسم رسم يدوي، نعرف احنا واي تساوي اكس تربيع بهالشكل الرسم، واي تساوي 3 اكس هو خط مستقيم، فعلتي يعطيني مثلا اكس زائد واي يساوي 1، معادلة خط مستقيم. اني هاي شلون ارسمها؟ اجي اعوض نقاط، اي رسم اخر يجي اعوض نقط فتكم نقطة بالنسبة لهذا، افرض مرة واي يساوي صفر اطلع قيمة الاكس، ومرة اكس يساوي صفر اطلع قيمة الواي، نقطتين احطهم بالرسم واجر بيناتها خط. بالنسبة للدوال الباقية يعني هي رسمهم قديم، او اعوض كم نقطة بالتالي، يعني مثل واي تساوي اكس تربيع، اخذ جدول صغير على صفحة اكس واي ارسمها كم نقطة، اشوف بس شكل الدالة شنو واجر بيناتها خط. وهاي